لكن بعض الدول تختار الديزاين الأصلي اللي هو ديزاين برودواي، يعني مقاييس الرسم راح تكون بالنسبة لي بناء على هذا الإنسان. هذا الحق. وبعدين هني عندنا الرام، الرام متر ونص، ناخذ معانا هذا الفيجر اللي هو 10 سنتي، او ناخذ معانا مسطره انتقلنا من السكتش، وبعد السكتش سوينا البلان، وبعدين سوينا المنظور. فعندي قصاصه جينز اضعها بجانب صوره هذا القميص، ابيض خام ابيض. انا اشتغلت ميوزيكال بس مو ميوزيكال عالمي مثل هذا العمل، والتجربه كانت ممتازه بالنسبه لي.